الله جل وعلا يقول وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أيها المباركون، الأنفال في اللغة من مادة نفل، وهو يعني الزيادة على الأصل. فالصلوات التي نسميها نحن السنن الرواتب وغيرهن من الصلوات غير الفرائض تسمى نافلة. قال الله جل وعلا لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة، خلاف المغرب والعشاء اللتان هما صلاتا فريضة. والرجل يتزوج فينجب ولدا، ثم لا يلبث ذلكم الولد ذكرا كان أو أنثى أن يرزق بأولاد، فهذه الزيادة في الأولاد بالنسبة للجد نافلة. قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم: ووهبنا له إسحاق، هذا ولده، ويعقوب نافلة، أي زيادة على إسحاق، فيعقوب ابن لمن؟ ابن لإسحاق. هذا كله يسمى في باب النفل. ما يغنمه المؤمنون في المعركة بما أوجف عليه من خيل وركاب وغيره من سعي يسمى نفل، وأما ما لم يكن فيه إيجاف من خيل ولا ركاب فيسمى في،